مرحبا. كتير من الشباب بيدوروا على البنت المناسبة للارتباط ليكملوا حياتهم معها، ومع الوقت بيتفاجئوا بصفات ومواقف معينة بتصدر من هي البنت، وبيصير محتار يكمل معها ولا لا. هل هي مناسبة لتكون شريكة حياته ولا لا؟ حتى لو كان متزوجها بيكون محتار يكمل معها بهذا الزواج ولا ينفصل عنها أفضل. اليوم حوجه هذا الفيديو للشباب تحديدا، ووضح لهم شخصيات البنات اللي لو لاحظوا إنها واحدة منهم يهربوا فورا وما يستنوا دقيقة. عنا 8 أنواع من النساء اللي لازم تبعد عنهم وما تحلم تكمل معهم بعلاقة جدية أو زواج. وأول نوع هي البنت اللي ما بيرضيها شيء ولا بتقول كلمة حلوة بحقك، مهما عملت لها بيبقى معاجبها العجب، وشو ما لبست حتنتقدك وتقلك لبسك مو حلو أو شعرك مو لايق على وشك أو حتى جزمتك مو شيك، وبتضل تنتقدك عالطالع والنازل. طبعا الشاب بحب تكون البنت مقدرته ومقدرة كل شي بخصه ومتقبلته بكل أشكاله وتصرفاته، وتقدر كل شي بيقدم لها وبيعمله كرمالها. لو لقيتها من هذا النوع حتسبب لك مع الأيام اكتئاب، فبنصحك إنك تنسحب. تاني نوع البنت يلي لسه محتفظة بعلاقتها مع الشخص اللي كان قبلك، يعني لسه بتحكي معه أو متابعته على السوشيال ميديا، وهون حتواجه مشكلة، وهي إنه البنت حتضل دائما تقارنك فيه، وحيكون سهل عليها أنها تتخلى عنك بمجرد ما يرجع لها ويطلب منها هذا الشيء، لأنه هي ظاهريا خرجت من هي العلاقة بس داخليا ونفسيا هي لسه معه وبتحبه ومتعلقة فيه ومستنيته. النوع الثالث هي البنت يلي بتحب تلفت الانتباه إلها، يعني لما بتكون بمكان في ناس بتتغير تصرفاتها وبتصير توزع نظرات على الجميع لتلفت الانتباه، وبهي الحالة إما حتتخانق معها أو حتتخانق مع الناس اللي انجذبوا إلها، وبالحالتين الأمر سيء وحتكون دائما مصدر مشاكل إلك. النوع الرابع يلي بتكره أهلك وبتحكي عنهم بشكل سيء، حتى لو كانوا أهلك فعلا سيئين المفروض هي تحاول تصلح علاقتك بأهلك وتحترمهم كرمالك، لأنه احترامها لأهلك من احترامك. النوع الخامس هي البنت العاطفية جدا. كل النساء عاطفيات بس هذا النوع مبالغ فيه. رح تعرف إنها عاطفية زيادة لما بتكون بدها ياك معها 24 ساعة، يعني حتى لو كنت بشغل أو مع أصدقائك تبقى بدها تكون معك على التليفون وعم تسمعك وتعرف كل تحركاتك لحظة بلحظة، وإذا ما عملت هذا الشيء أو ما رديت على رسائلها أو اتصالها معنى هالشي عندها إنك ما بتحبها. وهذا النوع من البنات بيفكروا إنه الحب معنى وجودك الدائم معها ثانية بثانية، وهي البنت بتكون قراراتها مبنية على العاطفة وحتكون قرارات متهورة لأنها بتعاني من مشكلة نفسية، وبالتالي حتوصلك لمشاكل نفسية مثلها. النوع السادس هي البنت اللي بتطلع أسرارك برا وبتحكي لرفقاتها عن مشاكلكن واللي دار بينكن، وبتاخد بنصيحة رفيقتها وبتتعامل معك على هذا الأساس لدرجة أنك بتحس أنك عم تتعامل مع رفيقتها مو معها، يعني رح تلاقي أسرارك منتشرة عند الناس وممكن كمان تعايرك بأسرارك ومشاكلك بيوم، وطبعا هذا النوع ما بتقدر تعتمد عليها بتكوين أسرة. النوع السابع يلي بتعاند كلامك من باب المعاندة وبس، وحتى لو كانت عرفانة إنها غلطانة وإنك معك حق رح تعاندك، لأنه في بنات بيعتبروا إن العلاقة تحدي وإنه رأيها هو اللي لازم يمشي، يعني بتحاربك وما بتحاول توصل معك لحل لأي مشكلة بيناتكم. النوع الثامن هي البنت يلي بتختفي وبترجع. هي البنت بتكون عاملتك احتياط وحتصير أنت مو عرفان حالك، هل أنت معها بعلاقة ولا لا؟ هل بتحبك ولا لا؟ هل هي انسحبت ولا رجعت؟ وكل ما قربت منها حترفضك، وكل ما رفضتها حتقرب منك وتحاول تتواصل معك وترجعك، وبعدها بترجع بتختفي مرة تانية. هي البنت إما عندها شخص تاني غيرك بحياتها، أو ممكن ما بدها ترتبط فيك بس مخليتك احتياط بحياتها، أو ممكن بتحب التملك. لو لقيت البنت اللي معك فيها صفة من هدول الصفات بنصحك ما تكمل معها لأنها ما رح تتغير. سلام.